إذن مشاهدينا الكرام متابعينا، بعد شوط أول سلبي النتيجة في مباراة فريقي أكاديمية نور والسد الأولمبي، الشوط الأول ينتهي بنتيجة سلبية ما بين الفريقين. كانت هناك خطورة لمصلحة فريقي أكاديمية نور وهجمات ضائعة في اللحظات الأولى والدقائق الأولى من عمر الشوط الأول. هناك سيطرة لأكاديمية نور وتحفظ من قبل الفريق الآخر، فريق السد الأولمبي. مع انتهاية ونهاية الشوط الأول نستضيف في هذه اللحظات إداري فريق السد الأولمبي الأستاذ محمد حسن، الرجل الذي نستضيفه في هذه اللحظات. سعداء جدا بتواجدك معنا أستاذ محمد، عبر ونرحب فيك عبر قناة خالد بازيدان، نقول لك مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله ونشكركم على استضافتي لهذا البرنامج، ونشكر صراحة المجهود اللي بتسووه في الملعب، ونتمنى التوفيق لهذه القناة بصراحة اللي دائما بتحس إن بتغطي كل مباراة موجودة إحنا فيها، وأتمنى تقدم لها بكل نجاح إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمد، فريق السد الأولمبي تفوق في دوري 16 وأقصى فريق من مكة وهو فريق الروحة، واليوم في دوري 8 يواجه حامل لواء الكرة المكاوية فريق أكاديمية نور. وش السر؟ وش سركم مع الفرق المكاوية؟ والله إحنا بصراحة سعيدين نلعب مع فريق من مكة، لكن هي القرعة اللي جت طلبت منا نلعب مع الفريقين. لا تنسى أن فريق الروحة كان فريق جيد بصراحة، يعني بس إحنا حاولنا نجاري المباراة بالطريقة اللي احنا نضغط على الكرة نفسها، وبنفس الوقت نعطي فريق الروحاء السيطرة كاملة وسط الملعب، والحمد لله نقدر نكسب 3 نقاط بهدف واحد، وهذا كان هو المطلوب، 3 نقاط للتأهل. حاليا مع فريق الأكاديمية أستاذ محمد نور بصراحة يعني احنا نشكر الحظ اللي خلانا نلعب معاه في دوري 16، وحقيقة يعني مستويات اللعيبة الموجودة والاهتمامات الموجودة من الأخ محمد للفريق، اللي بصراحة يعني احنا شايفين فريق نادي، يعني مو ولما تلعب معاه وتوصل معاه الشوط الأول بنتيجة 0-0 أكيد نقول احنا ما إنجاز، مو تقليل لأي فريق بالعكس، لكن كل نقدر نقول يعني أتمنى نكسب 3 نقاط في أي هدف في أي دقيقة، وهذا هو اللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى بصراحة. جميل أستاذ محمد، فريق السد الأولمبي في المباراة الماضية قدم مستوى كبير ولعب وانتصر بنتيجة 1-0. اليوم فريق السد الأولمبي يعني يكاد أن يسجل في مراكم هدف أول، ركلة جزاء ربما مشكوك في أمرها. عموما الفريق لم يظهر بالصورة الحقيقية في شوط المباراة الأول، وش الأسباب اللي خلتكم تظهروا بهذا المستوى الباهت؟ أعتقد المعلق قال قبل كده إحنا أول مرة بنوصل دور 16، بنوصل دور 8، فعشان كده بالنسبة للأخ محمد منظم الدورة 4 مرات متتالية، هو بينظم الدورة، ومش كذا الأخ محمد إنه في البطولة هذه أو البطولة الفاضية يمكن الحظ ما كان بيحاول يلاحظ في دوري 8 بالذات، فأنا أتمنى إنه أكسب دوري 8 لا أقل ولا أكثر، فعشان كده نحاول نأهل الشوط الأول عشان أقدر أشوف إمكانيات الكابتن وفريقه الموجود معه، زي إن حاولت إنه كان بيضغط عليا وأنا بخلي اللعب مفتوح له، هو بياخذ لعيبته راحتهم، ممكن انا ذاك الوقت يمكن في الشوط الثاني اقدر اسوي تكتيك معين ان اجيب فيه هدف وتنتهي المباراه. هي نتيجه في كل الحالات ان انا اجيب هدف او نكسب 3 نقاط، هو بيضغط انا بضغط مش مشكله، بس المشكله انه في الاخير انه واحد في نكسب 3 نقاط، فانا اتمنى انه اكسبها انا قبله. يعني اخيرا الاستاذ محمد حسن اداري فريق السد الاولمبي، كيف تقيم البطوله الى الان؟ بصراحه بطوله ناجحه بكل المقاييس، ودليل النجاح انتم موجودين معانا هنا، الاهتمام اللي تسووه، الملاحظات اللي بتصير، تصوير التعب، بصراحه كل اقدر اقوله يعني اتمنى 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 لكل انسان مهتم بالرياضه يشوف اللي انتم بتسووه عشان يقدر يوفي، بس اللي نقدر ما نقدر نسويه لكم انتم بالذات بصراحه، هذا اللي اقدر اقوله، واتمنى لكم التوفيق في كل حاجه. جميل استاذ محمد حسن، اخيرا جماهيركم هي الرقم الصعب لكم في هذه البطوله؟ والله ممكن تكون رقم صعب وممكن نفس الوقت تكون هي القاتله في نفس الوقت. اذا الاستاذ محمد حسن اداري فريق السد الاولمبي، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا فيكم واشكركم على تعاملكم والله العظيم، شكرا لكم، الله يخليك.